بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن تعنت الكفار في طلب الآيات، وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن، وعدم اقتناعهم بآيات القرآن دليل على غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول، لأن القرآن جاء معجزة وجاء منهجا، والمعجزة إنما تكون في جنس ما نبغ فيه القوم، فلا يأتي الله بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيئا من طريقها. لذلك كانت معجزة كل رسول متفقة مع نباغات قومه في أي فن من الفنون. فالذين كانوا يمارسون السحر جاءت المهمة في المعجزة مناسبة لذلك، والذين كانوا يعرفون الطب جاءت المعجزة موقوتة بمعرفتهم ذلك. فإذا كان العرب قد نبغوا في شيء كوني، كان من الممكن أن تأتي المعجزة على وفق نباغاتهم، فهم لم يعرفوا إلا حسن الأداء بلاغة وفصاحة وبيانا. إذن فالمعجزة جاءت مطابقة لما هم فيه نابغون، فكان من الواجب أن يتقبلوها القبول الحسن، وأن لا يطلبوا آية لشيء لم يكون لهم فيه نباغة. ولكنهم تعنتوا ولم يكتفوا بالآية فاقترحوا الآية. حين يسمع المسلمون الذين آمنوا بصدق الرسول التشككات التي يسيرها اليهود، قد يوجد بعض الخواطر، ولماذا لا يأتي الله لهم بآية لتنفض هذه المشكلة وننهي هذا العناد. لكن المؤمن حين يجد ذلك من جانب الكافرين يجد شيئا يقنعه، وهذا الشيء يسكن كل خاطر يناقضه. وما هو الشيء الذي يسكنه ويجعله مطمئنا؟ إنما هو ذكر الله. والذكر في لغة القرآن جاء لمعاني شتى، فمرة يطلق الذكر ويراد به الكتاب أي القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، ويأتي مرة أخرى والمراد به الصيت والسمعة والشهرة والنباهة، وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف عظيم لك في التاريخ ولقومك أن تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها. وقد يطلق الذكر على الاعتبار أن نعتبر، فإذا قال الله نسوا الذكر أي نسوا أن يتذكروا العبر التي وقعت لأمم قبلهم، فنصر الله الدين رغم عناد هؤلاء. وقد يطلق الذكر على كل ما يبعثه الله على لسان أي رسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يطلق الذكر على العطاء الخير من الله، ويطلق على تذكر الله دائما في قوله سبحانه: اذكروني أذكركم، اذكروني أي بالطاعة، أذكركم بالخير وبالتجليات. فإذا كان الذكر بهذه المعاني فنريد أن نعرف الاطمئنان في كل معنى من المعاني. الذكر بمعنى القرآن يورث الاطمئنان. الاطمئنان لماذا؟ لأن كل يوم تبدو للقرآن آية تطمئن أن الرسول صادق في البلاغ عن الله.
فإنهم كانوا أمة، المسلمين كانوا قلة مضطهدة ولا يقدرون على حماية أنفسهم ولا على حماية ذويهم. وبعد ذلك يقول الله في هذا الظرف سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر يقول أي جمع هذا؟ نحن لم نستطع أن ندفع عن نفسنا، وهاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من الاضطهاد، وبعضنا هاجر إلى المدينة خوفا من الاضطهاد، وحصرنا في الشعر. إذن فأي هزيمة لهؤلاء؟ سيهزم الجمع بالسين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا ما جاءت موقعة بدر وهزم الجمع وولي الدبر، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخط أماكن مصارع الكافرين، هذا مصرع فلان، يحدد المكان الذي يقتل فيه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش، فيقول سنسمه على الخرطوم. وبعد ذلك يأتون برأسه فيجدون الضربة جاءت على الخرطوم. من الذي يتحكم في مواقع الموت حين زيارته لإنسان حي؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا لإله، فالإله هو الذي أخبره. فسيهزم الجمع ويولون الدبر. طمأنت القوم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم أن يحدد مصارع القوم ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها أي جبان وأي كافر، ثم يخبرها وهم في منتهى الضعف يخبروا هذا، لأن رصيده من الله قوي. يبقى إذن بذكر الله أي بالقرآن وما فيه من أخبار أتت صادقة تمام الصدق، تطمئن القلوب على أن ذلك القرآن ليس من عند محمد. نريد أن نعرف كيف استقبل المؤمنون الأولون تصديق محمد فيما جاء به. إن خديجة لم تسمع قرآن، لم تسمع قرآن، وأبو بكر بمجرد ما أخبروا أنه رسول قال له صدق، وعلي كذلك. إذن فأي ما لم يقرأوا القرآن، إذن صدق الرسول له معجزات سبقت، معجزات أعده الله بها قبل أن يبعثه. فخديجة كشفت عن هذا حينما قال أخاف أن يكون الذي يأتيني جن ولا كذا ولا كذا، قالت إنك لتكسب المعدم، إنك لتعين مش عارف إيه، إنك لتخل الضيف، الله لا يخزيك الله أبدا. سيرته هذه التي قالتها هي معجزة سابقة، فبمجرد ما يقولك ما يخزيكش الله أبدا، وإنك لرسول هذه الأمة. مش ممكن الله. أبو بكر يقول أنا مصدق زمان، صدقته في كذا وكذا وكذا، ده ما قالش لسه قرآن. إذن فالمعجزات التي صاغ الله رسوله عليها كانت تسبق الدعوة، فبمجرد ما قال أنا رسول قالوا له صدقت، مجرد أن قالوا صدق. والذين آمنوا بعد ذلك لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم، وإنما الكفار الذين أخذهم القرآن هم الذين آمنوا به. إذن فسيرة الرسول قبل البعثة كانت معجزة من المعجزات التي أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يجد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أخبرهم بأشياء المواقف التي يعيشونها لا تؤدي إليها ولا يعرفونها، فحين ينزل القرآن ويقرؤونه ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن، يقولون لا ليس هذا من عند محمد، وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء. ساعة ما يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين، منين جبت هذه الأشياء؟ إذن ذكر ساعة ما تيجي حلقة تطمن الإيه؟ تطمئن قلب كل إيه؟ كل مؤمن. والخزعبلات والأشياء التي يسيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة قلب المؤمن حين يأتي بذكر، إما يكون بالقرآن، إما بالاعتبار، إما بذكر الله في الخيرات، كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه إلى أنه آمن إيمان صدق، وأنه كان يجب أن إيه؟ كان يجب أن يؤمن. وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود، لا، تعدت إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان. إيه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الأخبار دي ومش يعرف أخبار النهاردة؟ يقول ده حد جه قال له، لا، ده يعرف أخبار يوقتها بزمن، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أروني أي عبقرية في العالم تستطيع أن تتحكم
في نتيجة معركة بين قويين يصطرعان ويقتتلان، وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم، وإمتى؟ بعد مدة من الزمن. المدة دي من كذا، من 5 لـ9 سنين. مين يتحكم في معركة زي دي؟ لو أنه تحكم في معركة تأتي بكرة كنا نقول ده شيء، ده عارف إن في مدد جاي أو في أي حاجة، أبدا ما عارفش. قال إيه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في 2 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم تأتي الأحداث العالمية التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا موافقة لما جاء في الايه في القرآن. حين يسمع صحابة رسول الله القرآن يطمئن ولا ما يطمئنوش؟ يطمئن، لأن هذا القرآن صادق، هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واحنا قلنا أن الكون حينما استقبل الإنسان الأول وهو آدم استقبله استقبالا وقد هيئ له فيه كل شيء، مقومات طعام بما أوجد الله في الأرض من خصوبة ومن السماء من مطر والشمس والقمر وكل دي والريح والهواء دي موجودة، وبعد ذلك عشنا في أسباب الله. الآن نحن نعيش في أسباب الله، يد الله ممدودة بالأسباب، افعل كذا يحصل كذا، افعل كذا يحصل كذا. وبعد ذلك حين ننتقل في اسمها حياة الترقي، كنا نعيش بالأسباب هنا، فإذا ما انتهى أجلنا واستقبلنا الله إن شاء الله في جنته نعيش لا بالأسباب، لا حنزرع ولا نقلع ولا نصبخ ولا نعمل أي ولا نكسر أبدا. ساعة ما يجي الشيء في بالك تلتفت تلاقيه قدامك، يبقى أنت عايش بمين؟ بالمسبب. هذه هي الارتقاءات في الإيه؟ في الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وكلمة تطمئن قلوبهم كأن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب، مش بيطمن ده في ناحية وده في ناحية وده في ناحية، كل واحد له زاوية يضطرب فيها قلبه يجيله الذكر يقول له لا اثبت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب، فعلى من الشيء الطيب. طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهره، شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة، كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى لذلك أن تقول فلان طوبى له. طوبى له يعني إيه؟ يعني الأمر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود إيه له. وحسن مآب أي حسن مرجع إلى الذي خلقهم أولا وأعاشهم في الأسباب ثم أخذهم ليعيشوا بالمسبب الأعلى بكن فيكون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمم جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل سبقك رسل، كل الرسل جت لهم آيات مناسبة لأقوامهم، فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقل لي نبغين في أي إيه علشان أجيب لهم آية منه؟ مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عكاظ، في سوق زي المجنة، كل ده هو ده اللي نبغين فيه. فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيز. أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لا أدنت عالجتوه وأدنت نبغ فيه وأدنت كذا وأنت. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فقال كذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها، أمم وخلت من قبلها أمم وأرسلنا معجزها تناسب بيئتهم. إذن أنا لم أأتي بشيء عجيب معك، إنما جئتك بآية نبغ فيها القوم، مدام نبغ فيها القوم وعجزوا يبقى الحجة قوية. لكن لو ما كانوش نبغين في حاجة أو تجيبهم يقول لك لا ما تنفعش، لأننا لو تعلمناك نبقى أحسن من كده كمان. كذلك أي كهذا الإرسال أرسلناك في أمم، في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، مش يكفرون بالله،
الله ذي أي معبود، الله يعني المعبود، والمعبود ده بالتكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا قدروا مروحة الاسم وياه. ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم، الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن، المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن، الارض تعطيهم كما دي. عايشين في ايه؟ مش عايشين في التكليف ده، عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف، يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان الاصول ان يذكروا ما لله من فضل عليهم، وكان يؤمنوا به، مش يؤمنوا بالله لان الله طالب عباده، انما الرحمن متطوع بخير، فده متطوع بخير. كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير، وما دام انا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوه، كان يجب ان يعتبرهم ويقولوا ايه، والله ده يستحق منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالايه بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمه. ده يقول له، يقول لك ايه في صلح الحديبيه، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبيه ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين، حصلت المفاوضات. فلما حصلت المفاوضات نهاية هذا كله أن يصنعوا معاهدة، معاهدة الحديبية. ده نصر كبير، كن قريش تعترف بمحمد على أنه أصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى، دي مسألة ما كانوش معترفين الأول. يبقى أول حاجة أنهم إيه؟ اعترفوا بأن رسول الله ومن معه أصبحوا قوة تعاهد لنا كذا ولك كذا، ما كانش الأول حاجة زي دي. يبقى ده أول إيه؟ أول مكسب. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. الحديبية هي اللي نصر، مش فتح مكة. ليه؟ قال لك لأن ابتدأت قريش تعترف بالأمة الإسلامية وتدي لها معاهدة وتقول لها اعملوا كذا وإحنا نعمل كذا، أول حاجة. وبعدين خدوا الهدنة الطويلة التي مكنت رسول الله وصحابته من أن يوم يعملوا إيه؟ يغزوا القبائل حول قريش، كل يوم سرية، كل واحد مباشر كل يوم، ويجي دول يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول، ففرغ للدعوة في غيرهم وهم سكنوا من العداء. إذن إدهم فرصة. ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كذلك أرسلناك، يعني كما أرسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب أقواههم نباغة ومهارة، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. هاتوا أمة أرسل إليها رسول معه معجزة، والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه. إذن أنا ماشي على طريقة واحدة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن، ويكفر بقى تكفر بمن أنعم. طب تكفر بطالب التكليف اللي يقولك يعمل دي وعمل كده، يقول لك هتتدخل في حركة ليه تتدخل؟ يكفرون بمين؟ بالرحمن. وهم يكفرون، قالوا لا نعرف رحمنا إلا مسيلمة. فلما جاءهم عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها إيه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له حيلك، لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك. المسألة لا، المسألة دي فيها خلاف، لازم تجوب في العهد الشيء اللي احنا متفقين. فأصر صحابة رسول الله أنه يكتب رسول الله. النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله، بلاش رسول الله. سيدنا الإمام علي وقف يقول لك لازم أكتبها، يقول له ما تكتبهاش، يقول له لازم أكتبها. يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها فتقبل. أنت مش قابل ليه؟ فلما شباب بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي، وقامت المعركه بين معاويه وبين مين؟ وبين علي. وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه؟ معاهده. فلما قوم يعملوا معاهده قال هذا ما تعقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. قال له حيلك، لح كنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حاربناك.
فقال صلى الله وسلم على سيد رسول الله ستسام مثلها فتقبل وقبلها. برضو من ضمن الأشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الإيمان. كل جزئية تيجي في أي حاجة تثبت الإيه؟ تثبت الإيمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئة من ويا علي، وبعد ذلك قتله جنود معاوية، فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. إذن ففهموا أن أي فئة بغت اللي مع معاوية، فجم الناس اللي كانوا ويا معاوية من المعسكر بتاعه إلى معسكر مين؟ إلى معسكر إيه؟ إلى معسكر علي. فيجي إيه؟ معاوية بقى كان من الدهاء بمنزلة، قال إنما قتله من أخرجه. ده لما عمرو بن العاص ذهب إليه وقال له إنه فشت فاشية في الجيش، إن هي استمرت ما حدش هيفضل ويانا. إيه وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابة أن رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ففيهم أن الفئة الباغية هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا، أشع في الجيش وقل إنما قتله من أخرجه. قتله من أخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم إذن من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتله بقى، لأنه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الفتنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم، أي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. هم يكفرهم وانت تصادم تقول ايه هو ايه؟ هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن، بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. بقول ده لو لم يكن إلا أنني بدي أكافئ اللي رباني هذه التربية ومد لي في الحياة هذا المد وأعطاني مقومات الحياة كده، لا كان بزيادة. قل هو إيه؟ قل هو ربي لا إله إلا هو. وما دام ربي ولا اله الا هو مش هبقى لفوت التفت للاله ده مره ولذا مره ولذا مره، لا ده هو ايه؟ اله واحد. ولذلك ربنا بيقول يا ربنا بيقولنا اعرفهم ان المؤمن باله واحد ارتاح. ليه؟ يجيبها في القران عشان تطمئن برضو القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الشركاء يا ريتهم متفقين، كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهارده وانت بكره وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم مختلفين. لذهب كل اله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجل ملوش الا سيد واحد. ان هو اللي يبقى مرتاح اللي عنده 10 ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد؟ يبقى الواحد. فالإله الواحد هو ده اللي يريحك. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. الإنسان لا يسلم نفسه إلا لمن يثق في أنه أمين على الإسلام. أسلمت نفسي الواحد أقول إيه في قضية؟ أقول له والله اللي يحكم به فلان أنا راضيه. طب أنا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه إلا لإيه؟ إلا لمن يرى أنه أمين على هذا الإسلام. ومش أمين بس، قد يكون أمينا وضعيفا لا يقدر على الحماية. يبقى لازم يكون إيه؟ أمين وإيه؟ وقوي أمين، قوي أمين. طيب، فإذا كان الإنسان يسلم نفسه إلى واحد يحكم أنت إن هو شهد للواحد بأنه إيه؟ أمين عليه وأحكم منه وأقدر على تنفيذ مطلوبه. وإلا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. إذا الرسول في المعركة العنيفة دي وصناديد قريش وإلى آخره بيقول إيه؟ عليه توكلت. يبقى معناها إيه؟ شهادة منه بأن هو ده الإيه؟ القوي الأمين علي الحكيم اللي كلها. فإذا قلت ويقول مش توكلت عليه، لأن الفرق بين توكلت عليه
وعليه توكلت. في فرق كبير. توكلت عليه من الممكن أن تعطف أيضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره، إنما عليه توكلت يبقى لوحده بس، فيش ولا غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك، نعبدك يا الله، يمكن بتعبده وتعبد واحد تاني زي اللي بيعبدوا الشركاء. أم قال إياك نعبد، يعني إيه يسموه اسمه قصر، ده اسمه حصر، حصر العبادة فيه فلا تتعداه إلى إيه، إلى غير. ولو أنها أخرت لجاز أن يعطف إيه، يعطف عليها. قل هو ربي لا إله إلا هو، يعني ما فيش تشاكس، هو إله واحد، بناخد أمر من جهة واحدة. ولذلك تعالى بقى لما يكون في إدارة كده وفيها مثلا رئيس، وبعدين فيها رئيس إدى لحد صلاحية تانية يبقى مش عارف إيه، والتاني إيه والتاني إيه، يقوم يقول له اسمع أنا ماليش إلا رئيس واحد، أنا ما أخدش أمر إلا من فلان. يبقى ده معناه إيه؟ أنت دي أنت هتقول لي اعمل كذا، وده يقول اعمل كذا، ماليش دعوة بالكلام، أنا آخد أوامري من مين؟ هو قال كده بس، هو إله واحد، أنا هاخد أوامري منه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، وعليه الآن في حياتي أنا توكلت، ومرجعي إليه. مش أنا أتوكل عليه أتكل عليه وبعدين يسيبني، لا ده نريح له هو برضه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. بالله أنت لما تسمع هذا الأسلوب تقول إيه؟ ولو أن قرآنا، فين ده لو حرف شرط، وما دام شرط يبقى لازم لها شرط، وإيه؟ لو زارني محمد لزرته، لو كان الأمر الفلاني لكان الأمر الفلان. إنما أنت تجيب شرط وتقف عليه كده تبقى الكلام ناقص. تعالى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. طب إيه يا رب؟ لكان إيه؟ إيه اللي يحصل يا رب؟ يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا؟ هو ناقص في أعرافنا، إنما كامل في من تكلم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، لازم تقول لي كان يقرأ إيه؟ ما قالش يقرأ إيه؟ أم قال لك دي تاركها علشان يقظة المستمع اللي بيتدبر القرآن، وما دام بيتدبر القرآن كله يجيب الآيات اللي زي دي. لو أن الإنسان افتكر مع الآية دي، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. يبقى الكلام تمام ولا لا؟ أدي شرط وأدي إيه جواب. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به، يبقى في جواب ولا لا؟ يبقى إذا كل نظائر هذا نأخذ أن جوابها معلوم من سياقات شتى الأساليب في القرآن. فيبقى إيه؟ بمعنى إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلموا به الموتى، لما آمنوا سيدك تمام، لما آمن على الأول. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، طب قال إيه ودي إيه؟ يعني شمعنا يبتسير الجبال وتقطيع الأرض وتكالم الموتى؟ قال لك ما هو عبد الله بن أمية كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أمة نعيش في ضنك الوادي، ما اسمها وادي غير ذي زرع، جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروح مثلا الشام يجد أراضي واسعة وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف إيه. قال له يا سيدي ما دام أنت ليك منزلة كبيرة كده عند ربنا، خليه يعمل إيه؟ سيل لنا الجبال، زحزحها شوية كده، خليها تفك خناق عن مكة. ودي أنت بتقول إن وإذ نتقنا الجبل فقام موسى حصل له إن نتق الجبل فوقه، أدي واحدة. فوسع لنا شويه وخلي الجبال دي ايه تبعد عنا شويه عشان الوادي يبقى ايه، يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض، ادي سيرت به الجبال، او قطعت به الارض يعني ايه؟ ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعه عن بقعه، فصل البقعه عن البقعه دي كان دائما في الارض يبقى بجداول المياه، يعني نزل ميه وللانهار، مش ألف تفجر الأنهار خلالها تفجيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوع، أدي تقطيع الأرض. أو تقطيع الأرض
المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب أرض ويطرح لأرض، ولذلك نقطع المسافة في كذا، مش أنا بنقول كده نقطع المسافة في إيه في كذا، نقطع المسافة في كذا يعني الخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي. طب تقطع بالأرض قال إيه يعني إيه يعمل لنا إيه يعني يعمل إيه تقطع بالأرض؟ قال ادينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع اننا ايه نربع في الارض، الجمال والجمال بمشيها وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا. طب قد قطع الارض، وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المطرفين، المطرف عايز المسافه بين القطعه والقطعه تبقى ايه طويله. ليه؟ قام قال لك لعن عنده ايه الجهاد وعنده يركب ويمشي مشاش. انما الراجل اللي ما عندوش مطيه يحب ان المحطات المقطعه للمسافه تكون قريبه. احنا لما نيجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه يعني حته كده يقطع ودي بوفيه ودي مش عارف ايه عشان ايه اللي تعبان شويه يرتاح. لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي، يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد، ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته وبتاع وحاجات زي دي. ودي مش حصلت في سبق؟ قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، مش كده؟ باعد بين اسفارنا، باعد بين اسفارنا ما ايه؟ يعني يعمل المحطات واسعه علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي الا مين؟ الا القادرين. وهم كانوا بيروحوا الحته دي او قطعت او كلمة قال له طب كلم لنا الموتى، هو عيسى مش بتقول انت في القران عندك انه كلم الموتى واحياهم؟ كلم لنا واحد من الصناديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمه، وخليه يجي كده يجي لنا يقول لنا ده كلام ده حق ولا نساء. قالوا منها قال قصي بن كلاه، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب لما امن. او لو ان القران مهمته هذه لكان اولى من كل معجزه ان ياتيه هو بهذا. انما القران مش مهمته هذه، القران مهمته اعجاز ومهمته منهج، مش مهمته اننا ايه نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه ولا نكلم به الموت. يبقى لو ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى إيه؟ لكان هذا القران. يعني ان كانت الحكايه دي يبقى القران ده هو اللي كان، انما دي مش مهمه الايه مش مهمه القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، وهناك برضو قطعت به الأرض معنى آخر، إنهم مسكوا المعجزات اللي القرآن بقى يقولها أو الرسل أو تيجي على ألسنة الرسل. سيرت به الجبال خدوها من وإذ نتقنا أهم لكم سابقة في إن الجبل إيه اترفع. طب قطعت به الأرض لك سابقة في موسى ما ضربش الحجر بالعصا، ضرب الحجر بالعصا فجرت منه 12 عينة أهدي كلما به الموتى زي عيسى ما عمل كده. يبقى إذن بيقول بيعوزوا معجزات زي إيه؟ زي المعجزات اللي سبقت مين؟ سبقت الرسل. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى، أنت تحط الجواب بقى من عندك بسياق آيات القرآن الأخرى أي لما آمنوا. أو تقول لو أن قرآنا مهمته كذا لكان هذا القرآن يقدر على هذه المهمة، لكنه ليس مهمته، بل لله الأمر جميعا. لله الأمر جميعا، شو بقى كلمة جميع تدل على إن في متعدد، وكلمة أمر تدل على إنه شيء إيه شيء واحد. نقول له ما هو تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات، هذه الجماعة، إنما الأمر في الكل واحد، الأمر في الكل واحد، بل لله الأمر جميعا. يعني في موسى في عيسى في لله، مش لاقتراحات الناس، الأمر لله في أنه هو يختار المعجزة الملائمة مش لحد ثاني، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طبعا المؤمنين كانوا يحبون ان لا توجد المعارضه من صناديد قريش، لان ده يخفف الجهد عن الطائفه المسلمه،
لا يضطهدوهم ولا يؤذوهم في أرزاقهم ولا في عيالهم ولا في أي حاجة، ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا إيه؟ يحبوا إن الكفار يؤمنوا. فربنا بيقول لهم هي المسألة مسألة أنك تحب إن ده يؤمن، ده المسألة أن يحب هو أن يؤمن. المسألة يحب هو، ولما يحب هو أن يؤمن يبقى يناقش قضية الإيمان بدون خلفية مركوزة في القلب تطرد الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملأ قلبه به ثم يناقش الثانية. اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهادئ وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به وتجيلك حاجة تانية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي، زي الإناء المادي تمام، لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض ان عندي اناء وملان للاخر وجيت القيت فيه حته حديد، حجمين لا يتداخلان في مكان ابدا. وما دام ملان تبقى لما ترمي حته الحديد دي فطريه تئب شويه من الميه، لان الميه خفيفه والحديد تقيل، فتئب شويه من الميه تساوي الايه؟ لازم كده. يبقى ده في الايه؟ في الاناء المادي. كذلك الاناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يكتمل حبي وحب الدنيا في قلب، مش ممكن ما يجوش ويا بعض ابدا. يبقى اذا فيه حيز للحجم وحيز للمعاني ايضا. فان كنت تريد حقيقه تدخل عندك من المعاني ايه، اطرد الحقيقه المناقضه منه، وبعدين ما تدخلش حد، وابحث الادله بتاعت الاثنين اللي تلاقي دليله قوي يبقى دخله في ايه، في قلبك. هم ما بيعملوش كده، هم عندهم. ولذلك تيجي تناقش واحد يقول لك لا يا عمي انت ما تتناقش، ده انت عندك راي مسبق. عندك ايه؟ راي مسبق. ما دام في راي مسبق وحال الهنه يبقى راي مش هيجد له مكان، يبقى لازم تطلع الراي ده وتناقش ايه الاثنين. فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان عمل كده، واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيده وبده يدخل يبحث عقيدة الإسلام وقلبه مشغول بالعقيدة، نقول له ما ينفعش. يبقى إذن أنت يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح، إنما هم مش عايزين. لو كانوا عايزين كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يخلعوا العقيدة الأولانية ويبحثوا الاثنين وهم برة، وبعدين الأسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل إلى الحقائق بسهولة. يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بقى الله بيقول له قل لهم أنا أعظكم عظة، وأنت لا تعظ إلا من تحب أن يكون على الحق. إذن دي تفسر حريص عليكم، حريص عايزكم تؤمنوا. فإن إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذا تقوموا لله دي ما تقومش لجاهك، تقومش لسيادتك اللي هتسلب، ما تقومش لأن واحد هيجي يرأسك، ما تقومش لأن أنت خايف للعبيد يبقوا يسووك. قومها لمين؟ لله. أدي أول مرحلة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثلا يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا يا بعض كده ويتناقشوا في العملية دي. وفرادى أو فرادى، فرادى يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول أنا هقف النهاردة بفكري لله، مش هتحيز لحاجة أبدا. طب محمد كذا، محمد صفته كذا، محمد عمل كذا، إيه القرآن بيقول كذا، القرآن بيقول كذا. لما يناقشها بينه وبين نفسه يهتدي للحق. أو على الأكثر اثنين. ليه؟ قال لك لابن الاثنين لما يتناقشوا
ما فيش واحد يخاف لا يهزم امام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل ايم قدامه وده عايز يعمل ايم قدامه، انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى الخلاف اللي بيننا وبين بعض ايه، كذا 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 كذا، ما يصغرش واحد مني قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما صغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخد الحق ما صغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، اعرفوا الجنة دي هي ايه، الجنة هي ده، الجنة دي اختلاط العقل، اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا 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 يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجدة من الفضائل، صادق امين وفي مش عارف كل الخصال الحلوة دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفها؟ الفكر العقلي اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شدة، الموقف ده يحتاج لين، الموقف ده يحتاج حكمة، الموقف ده العقل هو اللي بيرتب له تدبيره الايه البدائل. لما يجي العقل يقعد يرتب له، يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون، الخلق ما يجيش من مجنون، لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البدائل. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لان آلة الاختيار بين البدائل مش موجوده. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المساله وفي الجنه دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندوش، بشهادتكم عنده خلق، بدليل ان مهام الامور بتاعتكم تطعنوها عنده الامين بتاع القوه، بدليل انه لما دخلوا انتم مختلفون على بناء الكعبه ارتضيتم ايه، ارتضيتم حكمه، يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون، يجيبها بقى الدليل اهو، وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون على خلق عظيم؟ ابدا ما يجيش الكلام ده، ما تجيش منه ابدا، ما يقالش عنه. إذن المؤمنين كانوا عايزين إيه؟ الكفار يسلموا. فربنا بيقول لهم إيه؟ أنا عايز تعلموا القضية دي، أن لو يشاء الله، لو كان الله يعلم استعدادهم الإيماني لهداهم. فما دام ربنا ما هداهمش يبقى إيه؟ الاستعداد الإيماني مش موجود عندهم. الاستعداد، وما دام الاستعداد الإيماني مش موجود عندهم يبقى أنتم الطمع بتاعكم ملوش محل. إيأسوا من هذه العملية. يأسم من هذه الايه؟ افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولذلك ده اللي خلى كثير من المفسرين يقول لك اولم ييأس، يعلم هي بالنهايه، لانك ما دمت قد علمت ان الله لم يهدهم فاعلم انهم غير مستعدين للهدايه، وما دام غير مستعدين للهدايه مش ممكن هيهتدوا، لان ربنا ما يهتديش الا اللي عنده استعداد للايه؟ للهدايه. فايها المؤمنون ما تستشرفوش الى هذا الامر، ايأسوا من هذا الايه؟ افلم تكرم فلان؟ كانك انت بتقول له ايه؟ اكرمه، افلم يأس يعني ييأسوا من الحته دي، ليه؟ لان الله لو علم استعدادهم للهدايه لايه؟ لهداهم. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ طب ومن الناس بجانب خلق الله؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ده الشيء اللي بتخدمني أطول عمر مني. شوف الشمس مسكت من أول الأرض ما اتخلقت وعمالها تنور أطول عمر من كل اللي قعدوا في الأرض، والقمر والنجوم وكل دي إيه أنت خلق السماء والأرض؟ ده أنت مسألة بسيطة مني. قال لو يشاء، وأنا هديت دولي ولا ما هديتهمش؟ داني مشيتهم على زي ما بيقولوا على العجين ما يلعبوا في شمس عصيت يوم وقالت والله الناس دول بقوا وحشين قوي النهارده مانيش طالع ماليش مزاج اطلع. كافر ولا مؤمن الامور ماشيه عليه مزلله له مسخره ما فيش حاجه ابدا. فاذا كنت انا عملت في الاخوه كده انا ما اقدرش اعمل في الادنى، انما انا ليه مراد؟ هذا المراد ان المسخر لامري اللي ما بيخالفوش اللي أنا خلقته خلقة كده مسخرة ما يقدرش يخالف فيه،
ده دل على قدرته، دليل على قدرة الحق على كل مقدور في الكون، إنما ما يدلش على المحبوبية. ليه؟ قال لك اللي يدل على المحبوبية إنك أنت تأمر فيطيعك من الصالح لعصيانك. هذه الأمور. لما احنا قلنا زمان لما نجيب عبد نربطه في سلسلة، وعبد نسيبه مطلق، ثم انا جبت عايز اللي فيه سلسلة. تعال يا سعيد، سعيد له قدرة على الا يجيء، يبقى دل على قدرتك انت بقى، دل على قدرتك وان قدرتك مش هتخلف عنها، اضعف منها. انما الثاني مطلق، تعال يا مسعود وهو ما فيش فيه لا سلسلة ولا تنه، جاي لك جاري. اللي جاي لك جاري لا، جالك بصفة القدرة عليه أم بصفة المحبوبية لك؟ بالمحبوبية. يبقى خلقنا مختارين لنثبت لله صفة المحبوبية ولو في واحد من الخلق يؤمن به. إلى لقاء الله.